كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله، كتاب الله للأرواح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي في حلقة جديدة من برنامجكم وتواصل بالحق، وهذه المرة سنواصل الحديث حول الرحمة المهداة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورحمته بزوجاته، بأبنائه، بالأطفال، بكل شيء يصادفه في طريق صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم أستاذ عبد الرزاق. عليكم السلام. مرحبا. نتحدث حول موضوع الرحمة، والرحمة في جانب آخر من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. لو بقينا أستاذ عبد الرزاق نتحدث على رحمة النبي عليه الصلاة والسلام العام كله، لأفردنا في كل حلقة يعني جانبا من جوانب هذه الرحمة العظيمة التي لا حدود لها، لا حدود صلى الله عليه وآله وسلم. مدام ذكرت الرحمة نتاعو بأهله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان أرحم الناس بأهل بيته، نعم، وبنسائه وببناته، حتى أنه كان إذا دخل البيت قبل فاطمة رضي الله عنها ووضع من جبينها في جبينها، كان يقبلها وكان في جبينها، وكان يكون جالسا فيقف عندما ويجلسها فاطمة في مجلسها، نعم، في مجلسه عليه الصلاة والسلام، يقعدها في المكان التاعو اللي جالس فيه هو عليه الصلاة والسلام، نعم. وهو الذي كان يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله. اللهم صل وسلم. شوف أستاذ عبد الرزاق، الآن احنا 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 الآن المشكلة تاعنا ماشي النصوص، هذا الحديث يحفظه الكل، نعم، النصوص موجودة، الأحاديث موجودة، الأدلة موجودة، المشكلة وين؟ المشكلة شكون اللي قادر، الفارس اللي قادر يطبقها في الواقع؟ نعم. اليوم البيوت راها فيها ظلم، فيها ظلمات، فيها استبداد، فيها حقرة. منين؟ من الأب في بعض الأحيان، من الأخ الأكبر، من العم إذا كان الأب ميت والعم مثلا شاد للأسرة. لما ما يكونش كاين، لماذا احنا أستاذ عبد الرزاق ساعات تجينا شكاوى؟ نعم، تجينا شكاوى في المجلس العلمي، في المجلس العلمي والله تجينا، والله غادي تجي شكاوى يعني مؤلمه، مؤلمه جدا، حتى انك في بعض الاحيان ما تصدقهاش، ومحيره يعني، ومحيره ومقلقه، تحس باللي كاين خلل في المجتمع. نعم. لما يكون الاب معيش الاسره تاعو في جحيم، لما الاب في رعب، في رعب، في رعب، لا يلقي سلام ولا يرجع سلام، وعابس في وجههم دائما، ولا لقى مثلا حاجة بسيطة في الأرض، يعني كما نقولوا احنا السبة برك، يجي مثلا طاولة كما هذه يدير هكذا، يلقى الغبار يبدأ يسب فيهم، يقيم عليها الدنيا، يقيم عليها الدنيا. شوف، هو كما كاين جانب مشرق وطيب، باش ما نقولوش للناس باللي احنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قال هلك الناس فهو أهلكهم، لا، للأمة فيها خير الحمد لله، ولكن احنا كي تكون كاينة غير أسرة واحدة برك عايشة في هذا الظلم هذا، فإن ذلك يؤذينا. نعم. في بعض الأحيان تلقى بنت تقول لك أنا بابي عايرني، بابي بكيني، بابا كل يوم يقول لي كلام قاسي، يقول أنت جاتك تزوجوا وأنت جاتك كذا، وهي ما جاهاش المكتوب. يا أخي الزواج هذا رزق من الله سبحانه وتعالى، وفي السماء رزق، نسأل الله أن يرزق بناتنا وبنات المؤمنين، نسأل الله تعالى أن يزوج العانسات وأن يزوج العازبين، وأن يجمع بين الطيبين بالطيبات، والصالحين بالصالحات، هذا رزق من الله عز وجل. المفروض الأب هذا يكون فيه رحمة على وليداته وعلى كذا. فالآن المقياس يا أستاذ عبد الرزاق، بعد ما نصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، احنا ساعات نحكموا على واحد نقولوا إنسان طيب، إنسان طيب، كيفاش عرفناه إنسان طيب؟
عرفنا إنسان طيب في العلاقات تاعه مع الناس. نعم. يضحك معاهم، إنسان كذا يخلص القهاوي، إنسان كريم. لكن المقياس الحقيقي باش تحكم عليه له إنسان طيب، شوف علاقته مع أهله. نعم. إذا كان طيب مع أهله ويضحك مع يماه ويضحك مع زوجته ويضحك مع باباه، وكي يدخل يدخل لهم الأنس ويدخل لهم السعادة، ساعة تلقى ناس يعني من كثرة الطيبة تاعهم ويطبقوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، المشاكل تاعهم يخلوها برا. نعم. ما يدخلهاش يتعب يماه ويحكي لها وش صار له اليوم وش كذا وكذا، يفرحهم كذا، يفتح لهم الأمل في قلوبهم. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. نعم. المقياس تاع الخيرية تاع الإنسان نشوفوه مع أهله. أهله نعم. مع زوجته، مع وليداته، مع بناته. وهذا كالنموذج يعني. يكون نموذج حقيقي. نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له حجابا من النار أو سترا من النار. من النار. سبحان الله. شوف هذا يعني الحديث هذا والله يا أستاذ عبد الرزاق، إحنا شكون في البيوت تاع المسلمين؟ نعم. شكون اللي ما عندوش زوج بنات وثلاث بنات في البيت الا قليل؟ نعم. كاين اللي عنده، كاين اللي يسموه ابو البنات، عنده ست بنات وخمس بنات. انت يا سعدك اسمع الرسول عليه الصلاه والسلام واش يقول لك. نعم. يقول من ابتلي، وشوف عليه قال الرسول صلى الله عليه وسلم ابتلي، ماشي معناها الطفله بلوى ولا الاولاد بلوى، احنا الدنيا هذه كاع ابتلاء لانها امتحان. وانما دار ابتلاء، دار ابتلاء. لكن لماذا خصت البنت بهذه اللفظه؟ حتى الذكور ثاني ابتلاء. نعم. لأن البنت تحتاج إلى مزيد رعاية. نعم. شوف الطفل كي يلحق 17 سنة يحب يدير حياته وحده. بصح الطفلة قد ما تكبر تتعلق بباباها ويماها، وتبقى دائما تحت باباها يعني، تحت الأب تاعها. نعم. حتى ولو يزوجها، حتى هو الولي تاعها. بصح الطفل كي الطير هذاك اللي يكون في العش، يعمل شوية ريش يخرج، يدير شوية ريش يخرج، يعود يحب يدير حياته وحده. لا وعندنا نماذج كثيرة يعني، بارك الله فيك. كان أبا بناوا أولادهم، بناوا يعني طبقات أولادهم حتى يقعدوا معهم، ولكن خرجوا خلوهم وحدهم. خرجوا خلوهم وحد. بصح البنت تبقى تبكي على باباها. نعم. تبقى تبكي. نعم. على البنت. نعم. ربي عز وجل أعطى، وشوف وهذه نعمة من الله عز وجل. نعم. يعني اللي أعطى له ربي عز وجل بنتين أو ثلاثة، ولما سألوا واحد الصحابي قال هو واحد يا رسول الله، قال هو واحدة، حتى يعني واحدة إن شاء الله فيها بركة، فيها البركة لما تكون يعني تتعب عليها وتقريها وتربيها. نعم. وتنفق عليها حتى يجيها المكتوب يعني سبحان الله تاع الزواج وكذا. نعم. تبقى معاها يعني تراعيها. الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو الجزاء اللي داروا لك أنت يا أيها الأب؟ اللهم صل وسلم. كن له سترا من النار. بارك. ولا ينطق على الهوى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. يوم القيامة الأهوال تاعها وكذا تلقى بنيتها جاية قدامها. احنا اليوم أستاذ عبد الرزاق وش يدير قبل ما يموت، قبل ما يلاقي رب العالمين يكتب وصية جائرة لبنات ما تعطولهمش؟ لا حول ولا قوة. علاه ذكورة راح يدخلوك للجنة؟ بأي حق تمنحهم؟ نعم. اللي أعطالهم هو رب العالمين. بالعكس الأنثى البنت هي التي تبكي وتحزن، بينما هذوك يبدو يشوفوا في الميراث مباشرة. هذوك شوف إلى مات باباهم بالجمعة نهار الحد يجيبوا الموثق. أيوة. يديروا يجي يقسموا والطفلة مسكينة راه مزالت الشادة المشوارة وتبكي على باباها. فهنا فهذه يعني سبحان الله وش من جرأة الإنسان راح راح تلاقي ربي. وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. وش اللي خليته موراك ولادك يدوه على بالك الميراث أستاذ عبد الرزاق بعد ما نصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. الإنسان كيف يزكي الميراث؟ نعم. الميراث الساعة اللي تشده تستقبل به حول جديد. نعم. معناها ملك جديد، وهذاك الملك حلال عليك. نعم. إذا كان باباك كسبه من الحرام التحلال عليك. صحيح. أنت راح تتحاسب على المال هذا. وتزيد كي تعود راح تموت تقول لهم البنات ما تعطولهمش. وفي بعض الأحيان الأب ما يقولش. الأولاد هم اللي يكذبوا عليه، يقول او قلنا بابا او بابنا قلنا، وزيد يماهم تتواطأ معاهم. لا حول ولا قوة الا بالله. يعني يحملوا النار كلهم على ظهورهم باش يحرموا البنات من الميراث. وهذه الظاهرة هذه. نعم. ظاهرة مريضة موجودة هذه موجودة 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 يا أستاذ عبد الرزاق موجودة. أنا صراحة لم أسمع بها. لا موجودة موجودة يعني نسمع حتى أني نسمع أحيانا في إذاعة القرآن الكريم
والشيخ يعني يفتي ويسألوه أكثر شيء بنات ونساء حول الميراث، يعني حتى أن النساء هم اللي يقولوا يعني قسمنا الميراث وكذا. لا طبعاً احنا شوف أستاذ عبد الرزاق صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، احنا شحال عندنا من ولاية؟ 48 الآن 58 صح 58 ولاية. احنا كي تكون في كل ولاية كاين زوج بنات مظلومين، نعم بالنسبة لنا كمسلمين هذه راها قائمة كبيرة. نعم. بالنسبة لنا كمسلمين بصح تأكد باللي في كل ولاية كاين أكثر من هذاك العدد بكثير، خاصة إذا كانت الإرث هذا على كل حال مش موثق ومش كذا. فإذا تشوف فالرسول عليه الصلاة والسلام احنا يعني شوف الحديث أخذنا إلى الميراث. نعم. احنا لا احنا باش ننبهوا نفوسنا وننبهوا خوتنا وننبهوا الآباء. ربي أعطالك بنات تهلا فيهم كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام تهلا. نعم. في بناته. اللهم صل وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام كيفاش كانت الرحمة تاعو بالبنات تاعو؟ يا سيدي خذ 50% برك. خذ 50% هو أكيد هو لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام. لا يستحيل باش تكون كما الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال أنا خيركم لأهلي، يعني مستحيل نكونوا كما هو. لكن لازم الإنسان اللي عنده بنات يفرح. هذا البنات هذو راح يكونوا حجاب. يدخلوك للجنة بإذن الله. يدخلوك للجنة بإذن الله. ما تظلمهمش وكون يعني كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام. وحتى الأبناء إذا ربيتهم تربية صالحة. أكيد أكيد احنا هذا لا يدري. ونعرف الحق يعني نعرف أصدقاء ونعرف كثير من الناس أولادهم الحمد لله يعني أنشأوهم على طاعة الله، منهم من حفظ كتاب الله كاملا وأصبح يعني إماما مثل حضرتك والحمد لله، وكان اللي أصبح طبيب وطبيب ينفع المجتمع وينفع الناس وغيرهم، يعني كاين واحد أولاده كلهم يعني كلهم إطارات في بدراستهم يعني من دكتوراه من إلى غير ذلك. صح صح. فهذا شيء جميل يعني الحمد لله. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان حتى أبناء الصحابة كان يلاطفهم ويلاعبهم. نعم. كان أم سلمة كانت عندها بنت صغيرة تسمى زينب. نعم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأها يجلس معها ويلاعبها ويقول لها زوينب. زوينب يعني تصغير دلع. تصغير لأسنة يدلح. يدلح. نعم. يدلح. وكان جالسا عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة ودخل عليه وكان معه الحسن والحسين يقبلهما. نعم. فدخل عليه الأقرع بن حابس وكان رجل يعني عايش في البادية وعنده شدة. فلما شاف الرسول عليه الصلاة والسلام يقبل في الحسن والحسين قالوا تقبلون الصبيان عندكم؟ قالوا ثم ذراري صغار تحبوا ذراري صغار؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام تعجب قالوا من لا يرحم لا يرحم. نعم. وفي رواية وما أملك إذا نزع الله الرحمة من قلبك. نعم. أنا لا أملك لك شوف سماها رحمة. معناها شوف الذي لا يقبل ولده الصغير ولا يعانقه ولا كذا، وهذه على بالك علميا حتى في علم النفس الآن القاو سبحان الله الطفل هذا يحتاج إلى المعانقة ويحتاج إلى وهذه من الرحمة. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قارن القبلة للصبي الصغير قارنها بالرحمة. يعني قالوا حتى الولد لما يكون خاصة في السن الخطيرة وهي سن المراهقة يصاحبه ذلك لأنه إذا إلى ما صاحبتوش تايا راح يصاحبه الشارع. نعم. كان يجمع الصبيان الصغار أستاذ عبد الرزاق. نعم. عليه الصلاة والسلام الله عليه وسلم. كان يجمع الصبيان الصغار عبد الله وعبيد الله وأبناء من بني العباس. نعم. فيأمرهم بالسباق إليه. يقول هم من يسبق إلي. قال سيدنا عبد الله بن عباس فكانوا يتسابقون حتى يتساقطون على ظهره وصدره الشريفتين عليه الصلاة والسلام. ما شاء الله. يعني شوف والرسول عليه الصلاة والسلام صلي وسلم على سيدنا حبيبي يعني كان عنده رسالة عظيمة. نعم. هو القائد وهو الإمام وهو الرسول وهو المبلغ وهو المفتي وهو القاضي. نعم. نعم. وهو القاضي وربي وهو القدوة وهو كل شيء. كان عنده يعني وقت باش مخصص وقت للأولاد. نعم. احنا تلقاه يدخل العشية زعفان يضرب الباب برجله وما يهدر معايا حتى واحد وزعفان. نعم. على الوقت وزعفان على كذا. إذا مشكون هو القدوة تاعك؟ الرسول. نعم. عليه الصلاة والسلام. إذا حبينا نخلق السعادة في حياتنا السعادة في اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، اتباع قدوتنا يعني مربينا معلمنا.
بارك الله فيك أستاذ، جزاك الله كل خير الشيخ عبد الرزاق عامر. وبهذا أعزائي المشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم وتواصل بالحق. موعدنا بإذن الله يتجدد في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله، كتاب